يصوت مجلس النواب اليوم على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2015-2016. كما يناقش المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن تعديل قانوني الطرق العامة والضريبة على الدخل وإصدار قانون ينظم العمل بمستشفيات وزارة الصحة. ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والشؤون الدستورية عن مشروع قانون بشأن نقابة الأثريين.